شاهدتم صباح المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من فلسطين هذا الصباح. اليوم الأحد 14 من أيار من العام 2017، اليوم 28 على إضراب الكرامة، حتى 10 بتوقيت المحلي. محطات مختلفة من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم، وصباح الخير لك نورة. صباح الخير لك خميس، ويسعد صباحكم أنتم مشاهدينا. نبدأ برفقتكم هذا المشوار الصباحي لساعتين من الزمن من فلسطين هذا الصباح، ومحطاتنا أكيد يلي محضرينها لكم لنكون برفقة هذا المشوار الصباحي يلي كالمعتاد أكيد بنبدأها لأبرز معنونة الصحف المحلية لهذا الصباح. نعم، قبل أن نستعرض أيضا أهم المحطات لهذا اليوم، الطرق اليوم يعني غير سالكة بالشكل المطلوب، تحديدا في محيط مدينة رام الله، ويعني في إغلاقات على هذه الطرق بسواتر الترابية، ما حال دون وصول الموظفين والطلاب إلى أماكن عملهم ومدارسهم هذا الصباح. إن شاء الله في الساعات القادمة تفتح الطرق ويتمكن الناس يعني من التنقل بحرية. من محطاتنا المنوعة نتوقف مع إضراب الكرامة في يومه 28، وعمليا ما يعني تحمله الأخبار هذا الصباح من نفي شائعات عن استشهاد أحد الأسرى المضربين. نعم، ونتحدث كذلك في صباحنا حول سير العمليات الانتخابية، انتخابات المجالس المحلية التي كانت بالأمس، حيث كانت نسبة الاقتراع النهائية التي سجلت 53%. نتحدث أكيد عن تفاصيل أكثر في صباحنا هذا. هذا الصباح أيضا نتوقف مع مؤسسة بيت سالم وما أجرته من توثيق لاستشهاد الفتاة حجاجي من قراوة بني زيد، وإطلاق جنود الاحتلال رصاص يعني عليها أكثر ربما من 10 رصاصات استهدفت الشهيدة حجاجي في وقت هي لم تكن تشكل خطرا على جنود الاحتلال. نعم، وفي محطة ثقافية خاصة من استديوهاتنا في غزة نتحدث حول مهرجان أيام فلسطين وانتخاب فلسطين نائبا للرئيس ومقررا للمكتب التنفيذي لاتفاقية بازل، ونتعرف على أهمية هذا الانتخاب وكيف يمكن لفلسطين استثمار هذا الموقع مستقبلا. آخر محطاتنا لهذا المشوار الصباحي برفقتكم مشاهدينا، نتحدث في فقرة صحية خاصة حول الأطعمة التي يجب عليك تناولها في الصباح الباكر أو على معدة فارغة كما نقول، والأطعمة التي يجب أن تتجنبها في الصباح. إن هذه أبرز موضوعاتنا حتى 10 إلى فاصل، ومن بعد نتابع في أبرز عناوين الصحف. تفضلوا بالبقاء معنا ونهاركم سعيد.
نجدد الترحاب بكم مشاهدينا لهذه المحطة الصباحية، ونستطلع خلالها قراءة أبرز عنوانات الصحف المحلية لهذا الصباح. أبدأها من صحيفة الحياة الجديدة. التقى إمام موسكو وأطلعه على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية. الرئيس يصل نيودلهي اليوم في زيارة رسمية. من عناوينها أيضا: الأسرى يصارعون الموت بتعليمات من الرئيس، جهود سياسية مكثفة على أعلى المستويات لإنقاذهم، حيث يواصل نحو 100,800 أسير في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، معركة الحرية والكرامة، وحيث يدخلون اليوم الأحد يومهم 28 على التوالي. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن جهودا سياسية مكثفة من قبل القيادة وبتعليمات وتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس تبذل مع الجانب الإسرائيلي ومع جهات سياسية على أعلى المستويات لإنقاذ الأسرى المضربين وتوفير الحماية لهم والضغط باتجاه الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة. وأضاف: الأسرى بدأوا يصارعون الموت في ظل انهيارات صحية خطيرة لعدد كبير من الأسرى، والذين بعضهم أصيب بنزيف دموي ومشاكل خطيرة في القلب والأمعاء وحالة من الضعف والهزال الشديدين، مطالبا الإسراع في إنقاذ حياتهم مما يتعرضون له على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووقف مأساة إنسانية جماعية تجري في ساحات السجون. من عناوينها كذلك وبما يتعلق كذلك بملف الأسرى: اللجنة الإعلامية للإضراب تنفي الشائعات التي تحدثت عن استشهاد أحد الأسرى، حيث دعت اللجنة في بيان صحفي إلى عدم تداول أي معلومات بشأن صحة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال قبل التأكد من المصادر الرسمية. من عناوينها أيضا: استشهاد مواطن أردني بالرصاص الاحتلالي في القدس. المملكة حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن إطلاق النار عليه. وفي تفاصيل هذا الخبر: حيث استشهد المواطن الأردني محمد عبد الله سليم 57 عاما بعد ظهر أمس برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب السلسلة بزعم طعنه عنصرا من شرطة الاحتلال. وقالت وزارة الصحة أنها أبلغت رسميا باستشهاد المواطن الأردني عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وقال شهود عيان إن أحد عناصر شرطة الاحتلال المعروف بعنصريته وعدائه للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى واعتداءاته عليهم أصيب في عملية طعن. وذكرت شرطة الاحتلال أن المواطن الأردني الهوية دخل إلى القدس قبل نحو أسبوع بتأشيرة سياحية ولغرض الزيارة. من أيضا الأخبار حول العملية الانتخابية: ناصر يؤكد نجاح العملية الانتخابية ونسبة الاقتراع النهائية بلغت 53.4%. غنام والأعرج شداب العرس الديمقراطي والنضال حملت حماس مسؤولية حرمان قطاع غزة من هذا العرس. وزيراء الخارجية المصري والأردني يبحثان اليوم مستجدات القضية الفلسطينية. وفي عنوان آخر: هرتسوغ نتنياهو سيساند حال قرر بدء مسار سياسي مع الفلسطينيين. وعناصر حماس تعتدي على والدة الشهيد بهاء أبو جراد في ذكرى استشهاده. لأول الأيام هذا الصباح أبرز العناوين باللون الأحمر: الانتخابات المحلية جرت بهدوء وناخبون 53.4%، النسبة في المدن أقل من القرى ونتائج الرسمية اليوم. دكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية يقول: نسبة الاقتراع تمثل نسبة العام 2012 ونتائج شبه نهائية للانتخابات المحلية لبعض المناطق أيضا تنشرها صحيفة الأيام. لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أن العدد النهائي للمقترعين بعد احتساب أصوات الذين كانوا داخل المراكز عند الساعة 7 مساء بلغ 420,682 ناخبا وناخبة، أي ما نسبته 53.4% من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 787,386 ناخبا وناخبة. ونسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية 2012 كانت 54.8
بالمئة. هذا فيما يخص موضوع الانتخابات. في الموضوع الآخر الذي تتابعه الأيام هذا الصباح، نفي شائعات عن استشهاد أحد الأسرى المضربين، وتكتب الأيام يواصل نحو 1800 أسير في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، معركة الحرية والكرامة لليوم 27 حسب الأيام. أوضحت اللجنة الوطنية لإسناد معركة الحرية والكرامة أن 11 أسيرا في سجن جلبو انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام نصرة لرفاقهم الأسرى. بهذا الصدد نفت اللجنة الإعلامية للإضراب مساء أمس الشائعات التي تحدثت عن استشهاد أحد الأسرى في سجون الاحتلال، ودعت إلى عدم تداول أي معلومات بشأن صحة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال قبل التأكد من المصادر الرسمية. ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقة قال الأخبار التي تم تداولها حول استشهاد الأسير المضرب عن الطعام كمال أبو وعر هي عبارة عن إشاعات وغير صحيحة. في الموضوع الآخر وتحديدا من القدس، استشهاد مواطن أردني برصاص الاحتلال قرب المسجد الأقصى بزعم طعنه شرطيا إسرائيليا، واعتقاله مواطن مقدسي بداعي عدم منع العملية. عمان تحمل إسرائيل مسؤولية مقتل المواطن الأردني في القدس، ونتنياهو يهاجم الموقف الأردني. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هاجم مساء أمس الأردن على خلفية موقفها الذي حمل إسرائيل المسؤولية عن استشهاد أحد مواطنيها في مدينة القدس المحتلة. أيضا من الخليل اعتقال فتاة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. وفي زاوية اليمنى من صحيفة الأيام هذا الصباح، رئيس محمود عباس يبدأ زيارة إلى الهند اليوم، والتقى يوم أمس إمام موسكو راوي عين الدين، وذلك في مقر إقامة الإمام في العاصمة الروسية، وأطلعه على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس. نوصل مع أبرز العناوين من أولى الأيام. ومصطفى يقول دكتور محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس في تصريحات لصحيفة الأيام، نريد تطويرا اقتصاديا ولكن بالتوازي مع المسار السياسي، مضيفا وجدنا تفهما أمريكيا لمطالبنا. دكتور مصطفى يقول بناء الاقتصاد ضرورة وحق وطني وجزء من النضال، سيما أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم صمود المواطنين في الوقت الذي نتأمل فيه أن تكون هناك عملية سياسية جدية. دعوات سعودية جديدة لحضور القمة العربية الإسلامية، ومن هذه الدعوات دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة. حماس تصر على منع فعالية إحياء ذكرى النكبة، ومصادر متعددة قالت إن حركة حماس ما زالت مصرة على منع أي فعالية لإحياء ذكرى النكبة تقيمها اللجنة الوطنية التابعة لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. ومحمود زق من سر هيئة العمل الوطني أكد أن حماس تشترط عقد أي فعالية لإحياء ذكرى النكبة بإلقاء كلمة فيها باسم المجلس التشريعي، الأمر الذي ترفضه كافة القوى وفصائل منظمة التحرير. هرتزوغ زيارة ترامب امتحان جديد أو لجدية عفوا نتنياهو في صنع السلام. هجوم الفدية الخبيثة بين مزدوجين الإلكترونية اجتاح 100 دولة. وأخيرا أمريكا على وشك إبرام صفقة بيع أسلحة لسعودية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار. واشنطن تقول سنحافظ على التفوق النوعي لإسرائيل. هذه أبرز العناوين من أولى الأيام هذا الصباح. وصورة المرفقة نسينا نذكر بها، وهي صورة جميلة لأحد المقترعات سيدة مسنة تدلي بصوتها في مركز الاقتراع في مدينة البيرة حيث جرت الانتخابات المحلية يوم أمس، وأشرنا أن النسبة كانت 53.4% حسب لجنة الانتخابات المحلية.
نعم، لصحيفة القدس وهذا الخبر والنسبة الواردة على صحيفة القدس والنتائج الرسمية تعلن اليوم. إجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفة دون غزة. شهيد أردني قرب المسجد الأقصى، وعمان تدين جريمة القتل وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية، ونتنياهو يهاجم الأردن لموقفها من الشهيد. مستوطنون يهاجمون سيارة شرطة فلسطينية على طريق نابلس. الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 28 ونفي استشهاد أحد المعتقلين. ودكتور صائب عرقات للقدس، اجتماع فلسطيني أردني مصري في عمان اليوم لتنسيق المواقف عشية وصول ترامب للمنطقة. من على رأس صفحتها، مبعوث ترامب يصل إسرائيل خلال الأيام القادمة لإقناع نتنياهو بقمة ثلاثية. والرئيس عباس في زيارة رسمية إلى الهند تستغرق 4 أيام، التقى إمام موسكو خلال خروجه خارج البلاد. إن هذه أبرز العناوين ضمن الصحافة المحلية هذا الصباح. إلى فاصل ومن بعده نبدأ في محطاتنا المنوعة. تفضلوا بالبقايا.
صباح الخير من جديد، اهلا ومرحبا بكل من انضم الينا في هذه الاثناء. ولمحطاتنا سنتحدث عن اضراب الكرامه في يومه 28، ومعنا عبر الخط الهاتفي سيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الذي كان يفترض أن يكون معنا في الأستوديو حاضرا، لكن إغلاق الطرق حالة دون وصوله هذا الصباح إلى الأستوديو. صباح الخير سيد قدورة، أهلا مرحبا بك معنا. صباح الخير، حياك الله. دعنا نبدأ من الأوضاع الصحية عمليا في اليوم 28 لإضراب الكرامة والشائعات التي كانت مساء وتم نفيها من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين واللجنة الإعلامية طبعا، يعني وجهة نظركم بهذه القضية والأوضاع الصحية أيضا، يعني فيما يتعلق بأوضاع الأسرى المضربين، آخر الأخبار المتعلقة بالأوضاع الصحية. الوضع الصحي صعب جدا للجميع، يعني بلا استثناء، 28 يوما في ظروف قاهرة وفي ظل قمع متواصل مستمر من قبل سلطات الاحتلال، الجميع الآن نصنفه في دائرة الخطر. هناك العديد من الأسرى الذين لا يغادرون فراشهم، لا يستطيعون يعني حتى لقضاء بعض الحاجات الضرورية. الوضع في غاية الصعوبة نظرا للإجراءات المتخذة، يعني هذا إضراب ليس فقط جوع وكفى، وإنما هناك إجراءات قمعية. الأسرى تقريبا جميعا معزولين، نقلهم يتم بصورة يعني تتوقف، سواء النقل الداخلي في داخل القسم، في داخل السجن وبين السجون، يعني عملية إرهاق ممنهجة ومستمرة ومتواصلة. هذا يعني يضيف عبئا ثقيلا على الأسرى المضربين وانقطاعهم تقريبا عن العالم الخارجي، يعني أيضا يعني عادة ما يتسبب بحالة من القلق لدى الأسرى المضربين، وبالتالي الوضع يعني خطير بالفعل ويستدعي أيضا جهد يعني ينسجم ومستوى الخطورة التي وصل إليها هذا الإضراب. في الأيام الأخيرة زار أكثر من محامي للأسرى واطلع على أوضاع الأسرى عن قرب، هل من زيارات جديدة في هذه الفترة؟ نعم، يعني اليوم العديد من المحامين سيزورون في مختلف السجون، إن لم تعرقل مهمتهم سلطات الاحتلال كما فعلت في مرات سابقة. واليوم أيضا مفترض أن تتم زيارة الأخ مروان البروثي، حيث يعني سمح للمحامي خضر شكرات بزيارته وفقا لمكاتبات ومراسلات، نأمل أن لا يفعلوا ما فعلوه دائما. فاليوم يعني المفروض أن نزور عدد من أسرى المضربين، وستكون الصورة بالنسبة لنا ولكم وللجميع أكثر وضوحا، لكننا نتوقع ونعرف ما الذي سنستمع إليه. لم تتوقف الإجراءات القمعية، وبالتالي جوع وقمع وظروف بائسة تجعل من الإضراب يعني اليوم بيومين، يعني كأنهم يعني مضربين من 50 يوما. نعم. وحول عملية التفاوض مع قيادة الإضراب، وهذا ربما المهم في هذه الفترة في اليوم 28 حتى تنتهي كل هذه المعاناة، معاناة الأسرى المضربين، ما المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع؟ يعني نسمع أخبار من هنا وهناك، ولكن لا مصادر رسمية تتحدث عن هذا الموضوع. هل من تفاوض جدي حقيقي بخصوص المطالب وإنهاء الإضراب أم ماذا؟ يعني تفاوض بالمعنى الدقيق للكلمة لا يوجد. أحيانا يمر بعض الضباط يلقوا كلمة هنا كلمة هناك، يعني هذا لا يصنف تفاوض، ويعني هو يعني استطلاع، محاولة جس نبض لمعرفة مدى مستوى الروح المعنوية لدى الأسرى، ما إذا كانوا يمكن أن يحلوا إضرابهم يعني بثمن بخس وبثمن زهيد. هذه ليست مفاوضات. الاتصالات في الخارج جارية ومستمرة ومتواصلة. حتى الآن لا يوجد اختراق بالمعنى الدقيق للكلمة يمكن من أن يبنى عليه لتتبلور صيغة حل لإنهاء هذا الإضراب. وبالتالي يعني أرى أن الانشغال يجب أن يستمر في كيفية تكثيف النشاطات والفعاليات المساندة للإضراب. سنعود إلى النشاطات والفعاليات، ولكن مماطلة إدارة السجون في عملية التفاوض هذه ماذا يعني سيد قدور؟ المماطلة هي تحدي للشعب الفلسطيني وتحدي للحركة الوطنية الفلسطينية وتحدي لكل مواطن. ربما هم يعني يعتقدون أن الشعب الفلسطيني غير جاهز لإنقاذ أبنائه ولمساندة أبنائه. أنا أفترض بشكل تلقائي وبشكل فطري يجب أن نثبت لهم العكس، ليقتنعوا أن المخرج الوحيد للأزمة
من هذا الإضراب هو فقط طاولة الحوار والمفاوضات. هم يعتقدوا أن أحدا سينادي عليهم ويقول قد قررت إنهاء إضرابي، هذا لن يكون. ولذلك أكثر وقتا وزمنا وعلى الناس أن تخرج جميعا في للمشاركة بكل الفعاليات، إضافة لضرورة تكثيف الجهد السياسي والدبلوماسي لتشكيل أكبر حالة ضغط على الاحتلال. الفعاليات المنتظرة تزامنا أيضا مع ذكرى إحياء النكبة، تسليط الضوء أيضا يعني من خلال فعاليات النكبة على قضية الأسرة، كيف ستكون؟ هل من فعاليات مقررة ممكن أن نطلع سادة المشاهدين عليها؟ يعني تلتحم القضيتين، قضية الأسرة وقضية نكبة الشعب الفلسطيني، وبالتالي يعني يوم غد يفترض أن يكون يوم بأنشطة واسعة بشكل أساسي. صحيح أن المناسبة نكبة، ولكن الموضوع الحاضر الآن 1500 مناضل من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني يتعرضون لأذى ولقهر من قبل سلطات الاحتلال. يجب في يوم النكبة الانتصار لقضية الأسرى المضربين، ويجب أن يتحول هذا اليوم حاسم لحسم هذه المعركة التي يخوضها الأسرى. وغدا إن شاء الله ستكون العديد، لكن بالنسبة لنا، بالنسبة للجنة الوطنية لمساندة لإسناد الإضراب، نعتبر أن كل الأيام القادمة يجب أن تكون أيام تصعيد عمل الشعبي المناهض لسياسات الاحتلال ودعم الإضراب حتى نضمن له الانتصار في وقت قريب إن شاء الله. نعم، وماذا عن الجهود الدبلوماسية، الجهد الدبلوماسي الذي يبذل من أجل إنهاء هذا المأساة الجماعية، المأساة الإنسانية في السجون الإسرائيلية؟ الجهود مستمرة ومتواصلة، لم تنقطع، ويعني لا توجد دولة في العالم ولا توجد وزارة خارجية ولا يوجد برلمان إلا وتمت مخاطبته، ويتحضون العديد من النشاطات التي تجري في أماكن مختلفة من العالم. لكن هذه لم يتمخض عنها ضغوط دولية، بمعنى أن الأمم المتحدة ما زالت يعني بشخص رئيسي لم تنطق بحرف واحد في هذا الموضوع، وهذا أمر يثير استغراب لجاننا. وبالنسبة لنا كلجنة وطنية أيضا يعني نحن ندرك الصمت، حيث لا بد من موقف دولي حازم وقاطع تجاه إسرائيل. لكن طبعا هذا لن يثنينا عن مواصلة الجهود عبر القنوات كافة لكي يعني يتناغم الجهد الشعبي والجهد الرسمي والدبلوماسي. في نهاية المطاف أنا واثق أن الإضراب سينتصر، هي دائما المسألة مسألة وقت، يعني متى سيكون هذا، ونرجو أن ذلك قريب. وأنت تركز كثيرا على الجهد الشعبي سيد قدورة، رسالتك هنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين للمواطنين الفلسطينيين بخصوص حملات الإسناد عمليا، لا نقول تضامن لكن حملات إسناد مع الأسرى المضربين. يعني رسالتي لأبناء الشعب الفلسطيني، هذا الشعب العظيم الذي سجل في تاريخه العديد من الانتفاضات والنضال الباسل في مواجهة الاحتلال، مطلوب من الجميع نحن هنا بصدد إنقاذ حياة 1500 فلسطيني يستفرد بهم العدو الصهيوني. لذلك لابد من الخروج، لابد من التعبير، وأنا هنا أتوجه تحديدا وعلى وجه الخصوص لقطاع الشباب والأطر النقابية، الشباب في الجامعات، لابد أن تبادروا إلى عمل لتوسيع رقعة هذه المعركة حتى نضمن الانتصار إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد قدرة فارس رئيس نادي الأسير، كنت معنا عبر الهاتف من سلوات شرق رام الله، بتعذر وصولك هذا الصباح نتيجة لإغلاق الطرق، شكرا جزيلا، صباح الخير. ونحن نستمر في محطتنا الصباحية من فلسطين هذا الصباح، من بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
مجدد ترحابنا فيكم مشاهدين لهذا المشوار الصباحي، ونتحدث في هذه المحطة حول انتخابات المجالس المحلية التي كانت في الأمس، بالإضافة للانتخابات التي كانت يوم الخميس لجزء من أفراد الأمن عامة. ويسعدنا الترحيب في صباحنا هذا بالمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية سيد هشام خيل، أهلا وسهلا فيك في صباحنا. يسعد صباحك. صباح الخير، يعطيكم العافية. ويعني يسجل أيضا هذا للجنة الانتخابات المركزية هذا الإنجاز، انتخابات تمت بهدوء تام، شفافية، نزاهة، بدون أي مشاكل. ممكن حصل هون وهون بعض المشاكل الصغيرة التي يعني لم تؤثر على سير العملية الانتخابية بالمجمل. الأيام كتبت والعنوان لافت اليوم أنه النسبة في المدن أقل من القرى، لماذا جاءت هذه النسبة؟ شوف، هذا مش شيء خاص بفلسطين، يعني إذا نظرت في كل دول العالم دائما الانتخابات المحلية بتكون في الريف نسبها أعلى. تجربة إحنا يعني أخذنا مقياسنا في 2012 في الانتخابات المحلية 2012، النسب تماما كانت متشابهة، سواء كانت على نسب إقبال اللي أعلنها الساعة 10 الصبح أو 1 أو 4 بعد الظهر، وحتى مع نهاية يوم الاقتراع جاءت مشابهة للنمط الذي اتبعه الناخب الفلسطيني في الإقبال على الانتخابات. كمان المشابهة الأخرى هي مراكز المدن، المدن الكبرى في المحافظات كانت نسبة إقبالها أيضا من متوسط إلى ضعيف. هذا يعني يحتاج إلى مراكز أبحاث تبحث بعمق وتتعرف، هناك أسباب متعددة، إما كانت هناك توافقات مثلا معينة في مدن على قوائم مختلفة وبالتالي مواطنين ما كانوش راضين، إما كان عدم اهتمام، إما المناخ السياسي العام ممكن أثر على إقبال الناس. ولكن بالمجمل النسب الإقبال هي مريحة ومطمئنة، وخلينا أقول أكثر يعني بتكون في النسب العالمية، يعني مش مفاجئة فقط في فلسطين، وهي في النهاية انتخابات بلدية. انت بتشوف الريف 90 و92% وثمانينات وسبعينات، ولكن في المدن منخفضة. رام الله على سبيل المثال في الأربعينات وهي أكبر من 2012. طبيعة كل ما كترت الكتل المتنافسة كل ما زاد الإقبال أكثر وحشد الكتل الانتخابية والقوى الانتخابية لجمهورها. هناك مناطق انتخابية بيكونوا السكان مش موجودين كلهم، وبالتالي سجل الناخبين بيعكس شيء ولكن متواجدين في الميدان والأرض في شيء آخر. يعني أنا مش محلل، ولكن حابين نأخذ وجهة نظرك بهذا الخصوص. هي دعوة لمؤسسات بحثية تبحث أنه يقوموا ليش الناس في المدن. من بعد انتخابات عمليات الفرز واللجان المراقبة على هذه العمليات، ريثما يعني تخرج عن النتائج النهائية، يعني احنا ما نمناش لغايه اليوم، لغايه هذه اللحظه لازال في ادخال البيانات جاري. نحن في الساعات الاخيره من التدقيق، اتوقع عقد اجتماع للجنه الانتخابات لاقرار النتائج الساعه الثانيه، وعشان هيك بتوقع المؤتمر الصحفي لان النتائج في حدود الساعه الرابعه او الخامسه مساء، يعني راح نعلمكم ونعلم كافه الشركاء انه بس يعني اكيد اليوم النتائج، اكيد اليوم النتائج امبارح ظهرت بالمناسبه، يعني كل حريص انه يعرف كم صوت حصل، لكن بنسميها شبه نهائي. نعم. حتى يصدر شيء رسمي نعرفه قبلنا احنا في الانتخابات قبل ما تيجي المحاضر، ولكن احنا دورنا انه ندقق المحاضر الفرز والاقتراع، نتاكد انه ارقامها متطابقه مضبوطه. هناك ادخال مزدوج حتى ايضا نتاكد، ومن ثم دورنا نحول الاصوات الى مقاعد. وبالتالي اليوم ما نعلن اليوم هي أصوات التي حصلت عليها كل قائمة، عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، نراعي في ذلك تحقيق الكوتا النسائية في المجلس، نراعي أيضا تحقيق الكوتا الدينية في بعض مجالس فيها كوتا دينية. وبالتالي اليوم تصدر نتائج المقاعد وتصدر أيضا الأسماء. أبرز ملاحظاتكم على سير العملية الانتخابية سيد حيل، كيف كانت؟ كانت ناجحة بكل المقاييس وبهدوء يعني فيش انتخابات فيش فيها خرق هنا أو هناك، ولكن كان في تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد كانت مؤسسة الحق، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اللي كانوا يبلغونا
عن أي مشاكل كانت تحصل وكنا نحلها. يعني هذا هو خروقات كيف كان شكلها؟ يعني مثل مواطن عنده مشكلة في سجل ناخبينه أو تم حل الموضوع بسيط، ممارسة دعاية انتخابية خلافة للقانون، كنا نحلها، نتصل في ممثل القوائم، نتصل في المشرفين الميدانيين، في مسؤولي المراكز، ونحل هذه المشاكل. ولكن بشكل عام هذه الخروقات خلنا نطمنك أنه لا ترقى بأنها تكون مخالفات تؤثر على نتيجة الانتخابات. كما ذكرت ما في انتخابات في العالم مش رح تلاقي فيها هاي، عشان هيك احنا بنقول انه الانتخابات مرت بهدوء وبدون اي مشاكل. وانا دايما بقول ان نجاح العملية ليست نجاح عملية طواقم لجنة الانتخابات او حرفية لجنة الانتخابات، وانما كل الشركاء. يعني انتوا لعبتوا دور منيح امبارح تلفزيون فلسطين، مش بس امبارح، انا بحكي بس امبارح تكثفت جهود تلفزيون فلسطين انها حتى فرزت ببث مباشر عملية الفرز. يعني كان متاح للجمهور نشوفه كيف الفرز بتم، حتى الجمهور يطمن انه الفرز بتم بطريقة علنية وبطريقة شفافة امام مراقبين، امام كل المهتمين. الإعلام لعب دور كتير منيح، مؤسسات المجتمع المدني ساعدتنا، ممثلي القوائم للأمانة كمان والأحزاب السياسية كانوا داعمين للجنة الانتخابات. وبالتالي هو نجاح للكل وليس فقط نحن منفذين العملية. طواقم اللي بتأتينا من وزارة التربية والتعليم أيضا عملوا معنا، وزارة الحكم المحلي، الأمن لعب دور كبير، وبالتحديد الارتباط العسكري في تنسيق دخول المواد والأفراد من وإلى المناطق. وبالتالي أنا بعتبر هذا نجاح للمجتمع الفلسطيني وليس فقط نجاح. بالتأكيد يعني من خاض التجربة يوم أمس وشعر بالسلاسة والسهولة والسرعة أيضا التي تمت فيها عملية، ممكن دقيقتين مش أكثر، وكان من عملية الاقتراع. هذا كل العملية هذه اللي تمت بسلاسة ويسر وسلامة وهدوء، شفافية، نزاهة، خروقات بسيطة، تعطي أي انطباع للمراقبين الدوليين الموجودين كانوا حاضرين دكتور؟ كان هناك موجود بعثة الاتحاد الأوروبي، كان هناك موجود وفد من الأرجنتين، من المنظمة التعاون الإسلامي، من الأردن، كان مفروض يكون معنا مراقبين من تونس، إجوا من أمريكا اللاتينية كمان وفد. يعني كان هناك حضور لافت نفذوا جولات، واليابانيين كمان نفذ طبعا بالتأكيد نفذوا جولات، وذهبوا إلى بعض محطات الفرز وأيضا في مركز إدخال البيانات. يعني كانت الأمور متاحة لهم. كان هناك في حدود 1500 مراقب محلي، كان اعتماد لحوالي 650 بين صحفي محلي وصحفي دولي، وبالتالي غير وكلاء الأحزاب وكلاء القوائم اللي كانوا حاضرين العملية. وبالتالي تمت كمان مرة العملية خلينا نسميها فوق الطاولة، واضحة للجميع، ما فيها مشاكل. سر نجاح الانتخابات في فلسطين بساطتها، انه الناخب يجد اسمه في مكان واحد، الصندوق لا يتحرك، تفرز الممثلين الأحزاب والقوائم يوقعوا على محضر الفرز، وبالتالي كل الأمور تكون متاحة، النتائج تعلق على باب كل محطة فور الانتهاء من مرحلة الفرز. تحدثنا عن سير العملية الانتخابية بشكل عام وعن نجاحها، ماذا عن رضا المواطنين في يعني العملية؟ انتوا دوركم هلا اليوم مش انتهى دوركم، تشوفوا انطباعات المواطنين. احنا اخذنا انطباعات من امبارح، يعني كنا منتشرين في كل المحافظات، تابع التقارير كلها، هو نظرته الشمولية. اعتقد الامور مشت بشكل جيد. احنا فور ما ننتهي ونعلن النتائج نرتاح لنا بس يوم، اذا بتسمحوا لنا نعقد دائما جلسة تقييمية، مش بس إن لأدائنا إحنا كلجنة انتخابات، وأيضا مع شركائنا حتى نطور أدائنا الأفضل ونشوف شو بنقدر نعمل أحسن. فبالتالي هناك اجتماعات أو خطط اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني، معكم أنتم كإعلام، مع الأحزاب السياسية، حتى نعرف وين كان في مشاكل ندركها في الأيام القادمة. جميل. النتائج ستعلن اليوم، المرحلة اللي بعدها أو الخطوة اللي بعدها، وبالنسبة للمرحلة التكميلية ممكن تكون؟ شوف، النتائج اليوم اللجنة ستجتمع بكامل هيئتها، أعضائها هون وأعضائها في غزة، لإقرار النتائج. كما ذكرت بين الرابعة والخامسة سيعقد مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي لإعلان النتائج، من ثم يتاح للجمهور أو أي شخص يرغب بالاعتراض على نتائج الانتخابات أن يتقدم باعتراض،
ثم تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات وتصبح النتائج نهائية. مدتها زمنية هذه كم؟ خمس أيام للاعتراض، خمس أيام للمحكمة حتى تثبت في الاعتراضات، وبتصير النتائج بعدين نهائية. نسلم المجالس بأسماء مرشحيها أو فائزينها لوزارة الحكم المحلي بعد الاعتراض طبعا، بعد قرار رسمي الحاكم إن كان في هناك اعتراضات. يعني 2012 كان هناك 8 اعتراضات وكل اعتراضات ردت يعني من المحاكم، ما كانش في اعتراضات. ممكن تكون انه والله انا اخذت 8 لازم اخذ 9، بكون الناس في معادلة سانت لوغي اللي بتحتسب الاصوات لمقاعد شوية مش واضحة لهم بشكل، مش واضحة لهم بشكل. الاستبدالات على سبيل المثال بين مرأة مطرح رجل او كوتا دينية او كوتا نسوية ممكن ما تكونش هم عاملين، هم بتوقعوا مبارح كم مقعد بيقدروا يحصلوا عليه، ولكن الأسماء وترتيب الأسماء والاستبدالات إحنا اللي بنقوم فيها. ثم ينتهي دور لجنة الانتخابات. وزارة الحكم المحلي تتابع معهم لاختيار الرؤساء والمناصب المختلفة. جرأت تسليم الاستلام مرحلة تكميلية؟ مرحلة تكميلية في هناك 65 نسيت هلا في عدد في الستينات من الهيئة المحلية لم تجري فيها انتخابات، إما هيئات لم تتقدم إلى 56، هناك 4 هيئات كمان كانت غير مكتملة، بالتالي في حوالي 60 هيئة محلية سيقوم مجلس الوزراء بالدعوة وفق القانون لانتخابات تكميلية. إن لم يتقدم في إحدى هذه الهيئات أي هيئة تقوم وفق القانون وزارة حكم محلي بتعيين لجنة لإدارة هاي وفق القانون ستتم خلال شهر من إعلان النتائج النهائية. إذا لم يتوفر اعتراض عملية تسليم المجالس البلدية الجديدة فورا فورا إحنا بنسلم، يعني إذا فيش اعتراضات تنتهي العملية الانتخابية. شكرا جزيلا لك مدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية دكتور هشام كحيل. مرة أخرى شكرا للجنة الانتخابات على هذا الجهد الكبير وهذا النجاح الكبير. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك، يسعد صباحك مرة أخرى. ونواصل في صباحنا هذا من استديوهاتنا من غزة، والزملاء يدور الحديث معهم حول مهرجان أيام فلسطين وزميلة ساندرا المصري. ساندرا يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير نورة وخميس، صباح الخير لكل المشاهدين ومن ما بتابعونا الآن في فقرة جديدة وصباح يوم جديد من برنامج فلسطين هذا الصباح. نعم بالفعل نورة، فقرتنا الصباحية لليوم جامعة فلسطين تنظم فعالية أيام فلسطين تحت شعار سيدة البدايات وسيدة النهايات. هذه الفعالية التي سنتعرف على تفاصيلها من خلال الدكتور محمد أبو سعد عميد كلية القانون في جامعة فلسطين. صباح الخير. صباح الخير أستاذ ساندرا، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. طبعا رح نتعرف بالتفصيل معك على هذه المبادرة أو هذه الفعالية، ولكن بعد متابعة هذا التقرير من إعداد زميلتنا أسماء الودي فلنتابع ثم نعود. ولأنها سيدة البدايات سيدة النهايات، افتتحت جامعة فلسطين فرع الجنوب بقطاع غزة فعاليات أيام فلسطين، وذلك ضمن برنامج يمتد لثلاث أيام تكريماً لأرواح شهدائنا الأبرار ولأسرانا البواسل خلف القضبان. هذه الأيام التي تمر في وضع وظرف صعب جداً، وبالدرجة الأولى إلى أسرانا البواسل الذين يخوضون لليوم 27 على التوالي ضد المحتل في معركتهم الأمعاء الخاوية، فلذلك هذه رسالة إلى. نعتذر مشاهدينا الكرام على هذه الخلل في التقرير، ولكن يعني سنستكمل هذا الحوار مع الدكتور محمد أبو سعدة، يعني وضحنا بصورة عامة عن هذه الفعالية بداية. حقيقة أستاذ ساندرا، تؤمن جامعة فلسطين بشعار أساسي وهو هوية المعرفة. نعم. الآن الجامعات ليست فقط مكان لتعليم العلم المجرد، صحيح. ولكن الجامعات لها رسالة مجتمعية وأخلاقية سامية. لأن في ظل هذا السياق اختارت جامعة فلسطين لنفسها شعار وهو هوية المعرفة. الآن في ظل هذا الصخب الكبير التي يمر به فلسطين والشعب الفلسطيني، هنالك التزام أخلاقي وعلمي وقيمي على الجامعات أن تنبري للدفاع عن كل ما هو وطني وكل ما هو فلسطيني. وبالتالي عقدت جامعة فلسطين هذا النشاط الثقافي بالدرجة الأولى، هو نشاط ثقافي ليس فقط جامعة فلسطين بوحدها، ولكن أيضا من خلال مشاركة مع عديد المؤسسات المجتمع المدني. الآن لماذا هذا الأمر؟ لهدفين أساسيين. أولا أن من حيث التعريف الحقيقي للعملية الأكاديمية هي التواصل المجتمعي،
الجامعة التي لا تؤثر ولا تتأثر بالمجتمع، إنما هي جامعة أصلا فقدت مبرر وجودها كجامعة، وبالتالي أي جامعة يجب أن تؤثر في هذا المجتمع وتصغي للمجتمع وتتأثر به، وبالتالي كل هذا الصخب الذي يدور حوالين فلسطين كقضية وكشعب وأرض، وبالتالي هنالك التزام من حيث التعريف الأساسي للعمل للجامعات أن تنبري للدفاع عن كل ما هو وطني، وأهم ما يمكن أن ندافع عنه هو الهوية الوطنية. هذا أولا. ثانيا، ضمن هذا الرؤية قامت الجامعة بالتواصل مع كل المؤسسات الثقافية المجتمع المدني لإنجاح وتنفيذ مثل هذا النشاط، والنشاط كما جاء بالتقرير تحت عنوان البيت الشاعر سيدة البدايات سيدة النهايات، وهو الشاعر العظيم الشاعر الوطني الفلسطيني والأممي بهذا المصطلح لشاعرنا المرحوم محمود درويش. وبالتالي إذا كان هذا هو الأمر، كان هو هذا عنوان النشاط الثقافي، فهو كل ما هو ثقافي وكل ما هو وطني وكل ما هو فلسطيني بامتياز. وبالتالي الآن كما جاء بالتقرير هنالك سيمتد النشاط لمدة 3 أيام، هنالك خيمة أخذت داخل الجامعة. هذا النشاط مفتوح ليس فقط للطلب ولكن للمواطن الفلسطيني المجرد، وهي مكان مفتوح لكل من هو فلسطيني مواطن. طبعا الفلسطيني الطالب وأعضاء التدريس والطاقم الإداري والأكاديمي هو جزء يسهل ويقوم على إنجاح النشاط، ولكن النشاط ليس للعاملين بالجامعة، ولكن النشاط يخاطب الفئة المستهدفة هو المجتمع، المواطن الفلسطيني بشكل عام، المواطن الفلسطيني. نعم بالضبط. نعم عشان هيك لو الآن اللي شفنا الصور كان أمر مدهش بأن المواطن الفلسطيني حينما يتعلق الأمر بفلسطين لا يتردد. أستاذ ساندرا، نعم. تجدي الرجل والكهل والعجوز والمرأة والطفل وكل من هو فلسطيني حينما نعم. يسمع أن هنالك نشاط ما يمس هويته الوطنية فيأتي بطريقة جدا ملفتة للنظر. نعم. وهذا الحرص الشديد للمشاركة. طبعا هنالك في النشاط سنستكمل طبعا دكتور هذا الحوار، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. نعم. متابع. ولأنها سيدة البدايات سيدة النهايات، افتتحت جامعة فلسطين فرع الجنوب بقطاع غزة فعاليات أيام فلسطين، وذلك ضمن برنامج يمتد ل3 أيام تكريماً لأرواح شهدائنا الأبرار ولأسرانا البواسل خلف القضبان. هذه الأيام التي تمر في وضع وظرف صعب جداً، وبالدرجة الأولى إلى أسرانا البواسل الذين يخوضون لليوم 27 على التوالي ضد المحتل في معركتهم الأمعاء الخاوية. فلذلك هذه رسالة إلى أسرانا البواسل داخل السجون الإسرائيلية. نحن كجامعة فلسطين وطلاب جامعة فلسطين والهيئة الأكاديمية والإدارية مع الأسرانا البواسل داخل السجون الإسرائيلية. أنشطة متعددة تخللت الحفل، حيث تم افتتاح المعرض الوطني وكذلك العديد من العروض الفنية والتراثية التي قدمت لطلبة الجامعة والمؤسسات المشاركة. أنا بدي أكون مع الأسرة بجانب انه اليوم لهم اليوم 27 من اضرابهم على التوالي، طبعا في محنتهم، وان شاء الله يكون اضرابهم اضراب نصر وهم قدها. فيعني احنا حنكون معهم قلبا وقالبا وبنعزز دورهم لاضرابهم اليوم 27 على الامتناع عن الطعام والشراب. هم ان شاء الله اضراب قوه ورمز قوه الأسرة لنا، هم الفخر لنا، هم رمز القضية الفلسطينية اللي إن شاء الله حينتصروا وإحنا كمان بننتصر. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، أسماء الودية، غزة. طبعا نشكر الزميلة أسماء الودية على هذا التقرير، وهذه النهاية أيضا بالتقرير وهذه الأبيات الجميلة بالفعل. يعني إذا كنا نتحدث عن التحضيرات لهذه الفعالية بداية، وكم استغرق وقتا للتحضير لهذه الفعالية الكبيرة بالفعل كما شاهدنا بالتقرير؟ حقيقة استمر أستاذ ساندرا لعدة أسابيع، لم أبالغ أن أكثر من شهرين.
لماذا؟ لأنه العام المنصرم أيضا عقد جامعة فلسطين أسبوع فلسطين الثقافي. نعم. وبالتالي تؤمن الجامعة جزء من مهمتها اليومية كجامعة أن تسلط الضوء على كل ما هو وطني وكل ما هو فلسطيني، كما أسلفت بأن الشعار الفلسفة التي تؤمن بها الجامعة بهوية المعرفة. الطالب ليس فقط جامعة فلسطين تعد أن يكون طبيبا أو مهندسا أو محاميا أو أيا كان، ولكن هو المطلوب أن يتخرج أولا فلسطينيا وطنيا شموليا، هذا يؤمن بأرضه الاجتماعية أكيد والثقافة، وهذا هو أساس بناء الشخصية للطالب. نعم. أولا يكون فلسطينيا بامتياز لكل ما هو وطني، فلسطين هي الأساس، ومن ثم يمارس مهنه التخصصية التي يرغب من خلال الكلية اللي بده إياها. نعم. وبالتالي السنة الماضية كان هناك أسبوع فلسطين الثقافي. نعم. الأسبوع هذا نحن الآن نعكف على هذا الدراسة الحفل. نعم. أو الثقافة المهرجان الثقافي، مهرجان التي الثقافي. تعده. نعم. وبالتالي نعم أخذت فترة طويلة من الإعداد. نعم. ليس الهدف فقط أن تقوم الجامعة بمثل هذا الدور، ولكن كانت الجامعة حريصة أن تكون ضمن شراكة العديد من المؤسسات، وتتجاوزت عددها من 15 إلى 20 مؤسسة شريكة في إنجاح هذا المؤتمر أو هذا النشاط الثقافي. نعم. وبالتالي من هنا أخذ التحضير فترة طويلة. نتحدث قليلا عن أبرز النشاطات التي تخللت هذا المهرجان وهذه الفعالية، هناك جوانب كثيرة بالفعل قد نراها أمامنا الآن على الشاشة، في جوانب قراءة، في فعاليات كثيرة، وتحدثنا عن هذه الفعاليات. حقيقة كل ما تضمن الخيمة كانت إلى الأجنحة. نعم. وكل جناح كان ينبري لتسليط الضوء على جانب ثقافي مهم في الهوية الوطنية الفلسطينية. نعم. الكتاب، كل ما هو فلكلور، تطريز الأعمال اليدوية، النقش. نعم. المصنوعات اليدوية، نعم، المصنوعات اليدوية الحرفية. نعم. الصور، الصور للفنان الثورة الفلسطيني. نعم. الصور الجنسية، هناك معلقات أيضا جميلة يعني مكتوب عليها شعارات أيضا، وكثير من المشاهد التي نراها أمامنا الآن على الشاشة، وأيضا رأينا منذ قليل صور لشهداء معلقة، صور الأسرى، صور الشهداء. نعم. طبعا. نعم. لأنه لا يمكن أن نعقد هكذا مؤتمر دون أن نأخذ الهوية الوطنية والنشاط والإضراب الرائع الذي ينبري له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال. بالتأكيد. نعم. وبالتالي لا يمكن أن هكذا يعقد مؤتمر دون التسليط على قضية الأسرى وصور الأسرى وهؤلاء. نعم. الأبطال الذين يقودوا هذه المعركة. نعم. وكما قالت الطالبة في هذا الأمر، نحن نشعر وكل الشعب الفلسطيني يشعر بأن هؤلاء الأبطال سيحققهم مصر بإذن الله. بإذن الله. نعم. كيف كان الحضور والإقبال على هذه الفعالية من قبل أفراد المجتمع بشكل عام؟ هذا حقيقة أستاذ ساندرا أهم ما يمكن التوقف عنده، بأن لم يكن الحضور الطلبة والعاملين ولم يكن فئة الشباب، حينما ترى أن هذه الحاجة بالتوب الفلسطيني بالفلكلور بالتطريز والتمايز ما بين توب غزة وتوب بير السبع وبيت لحم ورام الله، وهذا النقش، هذا الإصرار على الهوية الوطنية الفلسطينية، وترى أن كبار السن أبائنا. نعم. وأطفالنا يأتوا إلى هذا الأمر، فهو هنالك شوق إلى هذه الهوية الوطنية، وبالتالي هنالك إصرار لحمايتها. وبالتالي حتى أثناء هذا المهرجان تبين كم هو مهم التسليط عليه، لأنه هذه الهوية الوطنية الآن نحن يجب ألا نغفل بأن إسرائيل. نعم. تحاول أن تسرق أيضا، ليس فقط الهوية الوطنية، ليس فقط النقش الفلسطيني، ولكن أيضا الأكل الفلسطيني والطعام الفلسطيني والمطبخ الفلسطيني. نعم. وكل ما هو فلسطيني تحاول أن تنسبه. وبالتالي إسرائيل لم تسرق الأرض فقط، ولكن أيضا تحاول أن تنسب تطمس هذا التراث بالتأكيد، أو تنسبه نفسها. من وقت لآخر كثير من نشاهد هذه المشاهد، أنه كثير من يعني ينسبون حتى الثوب الفلسطيني أو يحاولوا أن يعملوا تراث خاص فيه، وهذا الأشياء لا يمكن أن يحدث. لذلك يعني قد شاهدنا هنا يعني. نعم. أثواب وأعداد كثيرة من بلدان وبدن فلسطينية
قد نستعرضها من خلال هذه الأثواب ومن خلال هذه المنتوجات. نعم بالتأكيد، لكن ما أهمية هذا النوع من الفعاليات على الصعيد التعليمي والثقافي، وأيضا نتحدث عن الصعيد الاقتصادي إذا بدنا نحكي عن الصعيد الاقتصادي أيضا لهؤلاء الطلاب وهذه المنتوجات؟ أولا كما أسلفتي بالدرجة الأولى هكذا مهرجانات وهكذا أنشطة، الأصل الغاية رقم واحد إلى هي ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية. نعم. هذا أهم ما في الأمر. الآن ممكن أن يكون أهداف أخرى بجانب هذا الأمر أن تعطي مساحة للمؤسسات الشريكة التي قامت على عقد هكذا مؤتمر من خلال المنتجات الحرفية اليدوية التي صبايانا وبناتنا وإخواننا وشبابنا يقوموا بإعدادها، أن يكون منصة له أو فرصة حتى يقوم ببيع هكذا المنتجات. هذا جانب، ولكن الأصل هو ترسيخ الهوية الوطنية. نعم. فطبعا هو المهم هو ترسيخها للهوية الوطنية. اثنين في كل ما يتعلق بالبيع، ولكن أو أنا كمحمد يعني أكثر ما استوقفني يوم أمس أن سيدة تقطن أقرب ما يكون إلى الحدود في المحاذاة مع دولة الاحتلال مع إسرائيل. نعم. وأثناء الحرب جمعت العديد من فارغ مطلق الرصاص، الرصاصات الفارغة. نعم. وجمعت من هذا الرصاص، شكلته امرأة فلسطينية توب تحمل العلم وترقص.